بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية طبعا بشكر كل السادة الحضور، والنهاردة عندنا فرحة كبيرة جدا، فرحة النادي الأهلي. يعني الحمد لله رب العالمين، كل سنة في كرة القدم وفي الألعاب الأخرى النادي الأهلي بيحب دايما، بيطلع دايما للبطولة، بيطلع دايما للإنجاز الكبير. النهاردة يوم من الأيام اللي فيها إنجاز كبير للنادي الأهلي، لكن بوجود أولادنا اللعيبة النادي الأهلي بيسلم بعض من سنة 1907، لكن وجود أولادنا النهاردة اللعيبة فأنا بقول لهم ألف مبروك. أولادنا الحقيقة عملوا موسم استثنائي، عملوا موسم يعني من المواسم القليلة جدا في تاريخ النادي الأهلي، لازم يفخروا بنفسيهم ولازم كلنا كأهلوية نفخر بيهم. ألف ألف مبروك يا شباب، ده اللي احنا عايزينه منكم. الموسم الاستثنائي مش بس عشان الأرقام اللي اتحققت أو الأرقام اللي اتكسرت، موسم استثنائي كمان عشان النجمة 40. ده فخر لينا كلنا كمصريين، لأن النادي الأهلي بالنجمة 40 أصبح رقم 7 على العالم في تحقيق هذا الرقم. النادي الأهلي غير أكبر سكور حصل، النادي الأهلي على مستوى الأفريقي وعلى مستوى الشرق الأوسط هو الأول والسابع على العالم، ويمكن حسب يعني الإحصائيات أعتقد النادي اليوفنتوس وريفر بلاد اللي هو الأرجنتيني يجوا بعد النادي الأهلي، أعتقد كده يعني. بس أنا بتكلم على اللي ساهموا فيه شبابنا وفرقتنا اللي ساهمت بيه وبتحط بيكتبوا تاريخ للنادي الأهلي. فألف مبروك يا شباب، وده العهد بيكم، واللي جاي أنتوا أبطال، فاللي جاي أصعب. دايما البطل ده الناس كلها بتحاول إن احنا إزاي البطل دوت نحتك بيه على أعلى مستوى. أنتوا ده قدركم زي ما قلت لكم قبل كده، ودي مسؤولياتكم تجاه جماهيركم وتجاه ناديكم وتجاه بلدكم، انك دايما تحاول انتصارات ودايما تحققوا ارقام قياسيه باذن الله. وانا متاكد وعندنا كلنا ثقه فيكم باذن الله، ان شاء الله باذن واحد احد مش بس هدفنا البطوله الدوري العام، لا عندكم الهدف اكبر، عندكم بطوله افريقيا باذن الله، وعندكم كاس عالم للانديه باذن الله. انتوا قادرين يا شباب، انتوا قادرين تحققوا هذا الكلام، وانتوا عارفين ازاي تحققوه كمان. ان شاء الله باذن الله يكون النجاح حليفكم وحليف النادي باذن الله. كمان النهارده يمكن في بعض الناس لازم اشكرهم، الناس مش موجودين معنا النهارده، يعني مثلا الكابتن حسام البدري، الكابتن سعيد عبد الحفيظ، كل الجهاز الفني والاداري اللي ساهموا في الإنجاز بتاع النهاردة ده، لازم كلنا نشكرهم لأنهم فعلا عملوا موسم هايل، كلهم أولاد النادي وكلنا ثقة فيهم. بشكرهم جدا جدا لمجهودهم اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت والموسم ده. كمان في حاجة مهمة بتميز النادي الأهلي يا جماعة عن أي نادي تاني، أنا مش عايز أقول يعني في العالم، يعني النادي الأهلي دايما فيه ترابط، النادي الأهلي دايما فيه سلسلة ذهبية، الناس بتسلم بعض، إدارات ولاعبين ومدربين وأجهزة، كل الناس بتسلم بعض، هي دي سلسلة الأهلي الذهبية. فعشان كده النهاردة الدوري ده احنا دخل يعني في مشاركين اللي في الدوري دوت معانا، في مشاركين من أول 1907 للأربعين بطولة بتوع النادي الأهلي، جميع مجالس إدارات، جميع اللاعبين، كل دولت مشاركين. السنة دي مجلس إدارة السابق بقيادة المهندس محمود طاهر هو شريك معنا. الحاجة المهمة اللي كمان لازم يعني أبرزها، هي مزعلاني شوية ولكن لازم أن أنا أقولها، الجمهور. أنا زعلان جدا أن الجمهور مش معنا النهاردة، زعلان جدا زي ما قال يعني المهندس هاني وقال الأستاذ محمد ربنا يكرمهم يعني، وقال سيف الحقيقة، إن إحنا إن شاء الله السنة الجاية الدرع بإذن الله والاحتفال الجمهور، مع احتفال الجمهور إن شاء الله في
ملاعبنا بإذن الله إن شاء الله. هنا الجمهور هو السند الحقيقي، هو السند الحقيقي للنادي الأهلي. الجمهور بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، جمهور النادي الأهلي هو اللي صنع كل الأسماء، كل الأسماء اللي مرت في تاريخ النادي الأهلي. بعد توفيق الله الجمهور هو صاحب الفضل، الجمهور هو الحامل للنادي الأهلي، الجمهور هو السند للنادي الأهلي، الجمهور هو اللي بيدفع الناس دفعا للبطولة ولتحقيق إنجازات. عشان كده كان نتمنى بإذن الله أن تيجي فرصة قريبة ونحتفل مع جمهورنا بإذن الله. الحاجة التانية أن الجمهور دايما ليه دور مع كل أسماء، مش بس لعيبة الكورة ومش بس الألعاب الأخرى، حتى مع الإدارة. أي إنسان بيشتغل في النادي الأهلي إداريا حتى الجمهور بيدعمه. الجمهور ده هو ده سندكم الحقيقي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. احنا بصراحة انا شخصيا لو بتكلم عن نفسي، يعني ربنا انعم عليا باسم شهرة، ولكن من غير توفيق الله ومن غير جمهور النادي الاهلي انا محدش كان يعرفني، محدش يعرفنا. فجمهور الاهلي ده هو الاساس، هو الاساس وهو الدافع القوي للجيل الحالي والاجيال السابقة وان شاء الله الاجيال القادمة باذن الله. يمكن عايز اتكلم في الاخر عن عائلة النادي الاهلي. عائلة النادي الاهلي، العائلة دي او الاسرة دي هي دي من اسس النادي الاهلي. ازاي نتعامل مع بعض كاسرة واحدة، ازاي نتعامل مع بعض كعائلة واحدة. ممكن العائلة واحنا كلنا عندنا عائلات، ممكن عائلة نختلف جوه بيتنا، ولكن لما يكون هناك تحدي او يكون هناك شيء يمس النادي الاهلي، العائلة كلها بتتكاتف والعيلة كلها بتقف. فأنا متأكد أن عيلة النادي الأهلي بإذن الله هي اللي هتبني النادي الأهلي. العيلة كلها هي اللي هتبني النادي الأهلي، هي اللي هتحمي النادي الأهلي. ده شيء مهم كنت لازم أقوله، إحنا كلنا حاجة واحدة، محدش هيفرقنا، والمفروض أن مفيش حد يفرقنا. عشان كده أنا في ختام كلمتي بشكر كل السادة الحضور، بشكر المهندس هاني بريدة، وبشكر المهندس محمد كامل، الأستاذ محمد كامل، لأن فعلا ليهم دور كبير في أن هم كانوا نفسهم الحقيقة يكون الاحتفال ده برضو جوه الملعب، لأن احنا نقلنا الرغبة دي ليهم، لكن يمكن الظروف الحالية ما سمحتش بده. ولكن إن شاء الله بالنسبة لجمهورنا حاجة تانية، كان لينا خلال الخمس شهور اللي فاتوا انا كان شخصيا كان ليا تداخل يعني تواصل مع بعض الاجهزه ازاي الجمهور يرجع. حصلت ظروف معاكسه فوقفنا شويه او رجعنا خطوات لورا. دلوقتي باذن الله هنعيد المجهودات دي تاني، لان انا عارف ان كل الناس المسؤولين نفسهم الجمهور يرجع. ان شاء الله باذن الله السنه الجايه باذن واحد احد ان شاء الله نحتفل بدرع الدوري في وسط جمهورنا ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم. الحقيقة كابتن